بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. ترأس جلالة سيدنا حفظه الله الذي يدير أزمة وباء كورونا أولا بأول ويتابع إجراءات الحكومة بشكل حثيث اليوم اجتماعا لمجلس السياسات الوطني عبر تقنية الاتصال المرئي لتقييم آخر المستجدات. أكد جلالته أهمية استمرار العمل والجاهزية الكاملة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. شدد جلالته على عدم التهاون مطلقاً بخصوص أي تجاوزات قد تحدث، مؤكداً أن الجميع سواسية تحت مظلة القانون، وأن على الجهات المختصة تطبيقه على الجميع دون محاباة حتى وإن كان أقرب الناس لجلالته. هذا يعكس حرص جلالته حفظه الله على مصلحة المواطنين وسلامتهم التي هي دائما في صدارة الأولويات والتي يوجهنا للعمل من أجلها دائما. كما تعلمون منذ اليوم الأول لبدء هذه الأزمة أعلنا أن الهدف من جميع الإجراءات والقرارات التي نتخذها هي لحمايتكم والحفاظ على سلامتكم. لمسنا خلال الأيام الماضية التزاماً نسبياً من المواطنين بتعليمات حظر التجول، يعكسه انخفاض أرقام المركبات المخالفة التي تم ضبطها اليوم والتي لم تتجاوز 200 مركبة حتى الساعة 7 من مساء هذا اليوم. هذا الأمر يعكس ارتفاع مستوى الوعي والإدراك لخطر فيروس كورونا والتزام المواطنين بحظر التجوال. بهذا الخصوص صدرت اليوم دراسة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تؤكد أن 83% من المواطنين يعتقدون بأن فيروس كورونا خطير ومضر وغير عادي، وهذا مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي بخطر هذا الفيروس مقارنة بالأيام الماضية التي كان فيها 33 من أفراد مجتمعنا لا يأخذون خطورة المرض بجدية. تؤكد الدراسة أن غالبية الأردنيين يعتقدون بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة كانت فاعلة وضرورية، وهذه الثقة محط تقدير ومسؤولية تدفعنا إلى الاستمرار بأداء واجبنا خدمة لكم ومن أجل حمايتكم. ناقشنا اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي آخر المستجدات والقرارات والإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة. واستمراراً لسلسلة الإجراءات والقرارات الاحترازية التي نهدف من خلالها لحمايتكم والحفاظ على صحتكم، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاستمرار بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 نيسان ولمدة 2 أسبوع، أي حتى منتصف نيسان المقبل. يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك والتي تم تحديدها من الوزير المعني. كما تستثنى القطاعات الحيوية في القطاع الخاص التي تم تحديدها من وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. كما يستثنى أيضاً القطاع الصحي كاملاً بشقيه العام والخاص على صعيد المبادرات المجتمعية الهادفة لدعم الأسر المتضررة جراء هذه الأزمة. أود الإشارة إلى جهود الهيئة الخيرية الهاشمية التي تواصل جمع التبرعات، وقد بلغ عدد الطرود التي تم توزيعها 2500 طرد حتى الآن. من المتوقع أن يصل عدد الطرود التي سيتم توزيعها حتى يوم الخميس المقبل حوالي 10,000 طرد. أيضاً ما زال بإمكان الجميع توجيه التبرعات حسب إلى حساب الخير
التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب وزارة الصحة اللذين أعلنا عنهما سابقا. في هذا الصدد نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المتبرعين والمبادرين بدعم جهود جميع الجهات القائمة على الأزمة ودعم الأسر المحتاجة والفقيرة، ونقول لهم جزاكم الله كل الخير.